uu Ilaahay dhaahdo barashada cilmiga sharciga amba cilmiga diinta oo la barto fadliga uu leeyahay iyo wanaagga uu leeyahay insha allahu tabaaraka wa tacaala. Ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkii قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلهي وعوني تبارك وتعالى ما اسمه با كوا وحق ودين تبرنايا يكوا آن وحبنا أجين الدين تبرنايا إلهي وعوني سبحانه وتعالى إنما يتذكر أولو الألباب ذاتك عقلك هي مسكحة أصاحبة أيا إله ديتي صبرت بولي تبارك وتعالى مرك آيات القرآن كأ وقصة أرورتي سورة الزمر وإله نو شاقي تبارك وتعالى آيات السقالات القرآن الكريم كأ إن أي ضدك مسلمين تأ أي أهمية وين صاران أمبورتانس وين أي صاران رقي هواب وبرشاد الدين تإسلامك ka ilaahay wuxuu leeyahay kuwa wax bartay iyo kuwa aan wax baranayn ma isku mid baa maya weeyaan markaas ilaahay suuratu aal cimraan ayadda 18 wuxuu ku yiri shahida allahu annahu laa ilaaha illaa huwa wal malaa'ikatu wa ulul cilmi qaa'iman bil qisti laa ilaaha illaa huwa al aziizul xakiim وطبان يسيدين المسدين يطبان آيات سورة آل عمران إلهي وحوري وحاويا ذاتك أهل العلم ذاهي تكروا قاضي أي بربر لغي ملائكة إلهي تبارك وتعالى إلهي وحوري إلهي وحوم بركيهي شهد وحوم بركيهي إلهي أنه شأني لا إله إلا هو إن نجر إله العابد وحق العابد يسقمه يعني والملائكة ملائكة مرق بكتها وأولو العلم ذاتك علمك أصاحبنا دين تصفي عمو برتينا مرق بكيه وملائكة لقربك إلهي مركة تبارك وتعالى ذاتك علمك لكرب أقاضي وقرب لقي ملائكة تبارك وتعالى آياتك لإلهي وحكويني سبحانه وتعالى سورة المجادلة آيات 18 إلهي وحوري يرفع الله الذين آمنوا منكم إلهي ضدك إيمان كلا كرب وقاضية والذين أوتوا العلم كو علم جلسيرة كرب وقاضية لكن يكو عكر وقاضية درجات درجوي سرسرة أي إلهي كرب وقاضية تبارك وتعالى مركا أريتاس أيضها القرآن كأوحي إنه جبورين يان إن أمبرنا علمي أردن جرهان علم الشريعة عبد الإسلام والله يقانو العلم الشرعي علم الشرعي الله يقانو علم الكتاب والسنة علم الكتاب كإلهي هي السنة النبي عليه الصلاة والسلام علم الفقه إن لبرتو فقه الشريعة عبد الإسلام قف إنه قرتو محاو حلالة محاسة كحرام إنو قرتب محا واجبة محا صنعة إنو برتب محا لغبة هيهي محاسة لغبة هنين إنو برتب محا إلهي كفوغينيا محاسة إلهي ودوينيا تبارك وتعالى مركاتاس عبرشادة علمي وبريهان دماء المودين إنه ضعيفته ولغج عليهون إن محاضرات كاللغيجتون وحاكم مهم سن إن تانا للدقيشتوا مهم لكن وحكسين مهم صن إن علم الدين تسلم كلا برتو يقولي إمام بخاري يا مسلم وحيكوريين حديث كصحابي وينهاي معاوية رضي الله عنه نبي وحوري عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قفك إلهي للرب خير قفك إلهي للرب وناك قفك إلهي الدين للرب قف إلهي برواق الدنيا من آخرة والربا وحو إلهي برادين تيسبو النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ذاتك أهل العلم هو حيد هذان إن قفك آن الدين تبرن خير مهلين
يعني حديث كي كجتا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وحكجر من لم يفقه في الدين لم يريد الله به خيرا وفك آن الدين تبرن وفهمين خير ملئ ساب النبي وجد حديثك عليه الصلاة والسلام علم غناء عمراء صدح مرتبات بمراء المرتبة الأولى وحوية الخروج من الجهل قفك وكبح الجاهل لمضي يعني قفك أو برتا أبجدياتك وحيالذي هو صوصي الدين لبا وحو قفك قانا إنو علم شرع عرض وحكو قادو وكتب تقار برتو حديثان تبرتو سيدة حديثك أربعينك سيدة مارتي رياض صالحينك أحاديث تنوع عاص أو كلا أو برتو فقه أو أحكى برتو كتب تآياتك أو خصيصة صفينة الصلاة متن أبو شجاع كتاب كلا هذا تفسير أو أحكى برتو وكر ظلم رمر صدق جيس إنت أو كي قانو قرآنك أخريش ديس أو برتو وتجويدك أو كو أخري قرآنك كريم كدبنا إنو برتو إنو مارتي التوحيد كان برتو طوى أوهر سبا وعقيدة الإسلام كأو برتو وأو الصحو وحايكا لينتهي توحيدك يا إلهي الله كلية لعبادة وبدعة الله إسكا إلاليو وصنة النبي والقصق ناظر صلى الله عليه وسلم مركا أرمهاس ومهم ويان مركا قفو تاس مركا دم قفو النقضاء فقه وبرتا فقه ونقضاء صدها من درجة دوت ببرا إمام أبو داود سنة كيسو حكوري رضي الله عنه حديث كأبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحوري من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة حول النبي ونك قادة أفك قادة روح قادة هواني رقبة جد قادة وعلم كدل بيو وحو قادة جد كمدة جدتك جنة لغو آدي وقفك مركة وجدك علم شريعة برنا يوم طريق الجنة أي صعداء للنبي عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة ملائكتنا لا تضع وحيد كتاب أجنحتها بادت كيغا رضا يضر لك وكفر حسن لطالب العلم قفك علم برنايا هواني رقبة بي الشريعة برنايا الدين برنايا علم الإسلام برنايا رالنما إرالك يهين بي رولك بادك أوليغا وإن العالم عالم كأوداني لا يستغفر له إن العالم عالم كالدين برنايا هوان يرقب علم برنا يا وحاو استغفار ذا البلد من في السماوات كوا السماد كنول ومن في الأرض يكوا دولك كنول والحيتان في جوف الماء كلونك بيها كل حنول يا مارتي إله أبري تبارك وتعالى قفك علمي قبرنا يا شريعة قبرنا يا فقه قبرنا يا إنه إله أدن بالدافو تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قفك علمي قبرنا يا قفك إلهي عابدي بلا علمي وحكفل دي بدي هاي سيدا ديوح وقفل دي بدي هاي بيك عشان يتبراتك حدقها كانت وعدي هاي وقفل دي بدي هاي النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا علمي قبرنا يا وحيد حلال النبي صلى الله عليه وسلم مركا ولا ليال وحنوبة هنا هاي وحوي إن علمي ذا شريعة الله برتوى مهم هوانكو إلي برتان دليالدو إلي برتان هويوينكو إلي برتان إنمادو إلي برتان وضياشو إلي برتان دمان مسلمين تولي إلي برتان وحايا لي علمي غمرك الله برتو وحاد إلهي كو عابودي ساعقون وحاد أكتهي عبادة السمين يسيني سحطهي يإني قرطهي باتك الأغاليسة وحايا لي إلهي ما أقبل عبادة عن سحاهين هذا دسكت سونتي سون بدعاء إلهي كاما أقبله هدا اسكتو كتي صلاة بدعة إلهي كاما أقبله هدا سميشد عمره بدعة إلهي كاما أقبله هدا ذكري إذا خديت أن بدعة إلهي كاما يالي تبارك وتعالى سيئة النقطة وحا السمين سيد وحوافق سن شريعة الإسلام كان هي علم إلهي تبارك وتعالى وصود الجيل لابد وإن وحلا قبر توهي مركا تاسينا إمام أوزاعي رحمه الله وحول الناس عندنا أنك تضو حاولنا قانا تضك وحبرني يعني قفك بني آدم كي هدو كل وحبرني بني آدم نمدي سيبو اسكد دي إمام أوزاعي رحمه الله وحول ومن سواهم قوة وحبرني ف
فلا شيء وحرمها أختيها. إمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورنجري تبارك وتعالى حاجة الناس ضدك باهدة أقبان إلى العلم الشرعي علم شريعة الإسلام ضدك باهدة أقبان هراتك وهراتيهين قاجد أقاجيسيهين مارتي وحي أقبهيهين علمك أعظم وحي كوينتهي من حاجتهم باهدة أقبان إلى الطعام والشراب الدون عنتو يراشن يأعب يمارت بيو وحاس أردن وحا كأذك وكه مهمسن علم شريعة سواش وحوهي علم شريعة هداد برن ويديد آخرات ساقسا روح دي باط دماعيسا لكن هداد بيو يأعب ويديد يشراب يعنتو جركي باط دماعي جرك أردن تنوح وكفو دي هاي روح دي أوكا دماتا لأن جركو هدو دنتو إن شاء الله جنة قليسة لكن دي روح لكادي مطا لم أغينا جنة قليسة ولذلك بوليها إمام أحمد رحمه الله وإمام أهل السنة والجماعة الله يقانو وأفرتي إمامي وويني دي دينة إسلام كواهد آباها كبدا وحولي علمي الشرعي كباهد الله قبو وحو كبديني هاي علمي مارتي عنتظر إياعب كباهد الله قبو إمام سفيان الثوري رحمه الله وحولي من أراد الدنيا قف كأدون دونان علم الشريعة ده برتو ومن أراد الآخرة قف كآخرة دون أي ربنا علم الشريعة ده برتو ومن أراد الدنيا والآخرة نك رب إنه أدوني آخرة برتنا إنه أدوني آخرة ربنا شريعة ده إسلام كهبرتو برجع دين تينا إسلام كبرشيد يدو وحي تهي ولا ليال وواجب قف كشتي أو مسلمة وحي ودين تين إسلام ككبرن لها نفتي سأكسح لها عقيدة دي سأكسح لها إيمان كيسا عبادة دي سكتوسنان لها أخلاق وناك سريع الضبيعة وناك وكيهر لها غير كيسا يمارة حقوق دا بني آدن كم يحقوق دا إلهي وكوليها وكو أغال لها جنة دي سطريق أمر يجدك وقاضي وكو أغال لها عذاب توحي كبت بادنا وكو أغال لها وبرشاد علم شريعة دا إسلام كم بركاسي هدان علم شريعة دا برتيت وحاوغو خرريد هلي سيدو حاوية ولا ليال أجر كاغو مبقو أيو سيدي حديث كي إبا مسلم وصحيحي سكوري أبي هريرة رضي الله عنه لغوهرنا بحول النبي صلى الله عليه وسلم إن آذن هدو قوه ودنته عمل نمان وحيو قبن يوا قوه مركا لغرية بصدح صدقات ولبحي أو جارية أو سعطة وصيدة صدقات كمارتين مساجد لديس أيو يعيرش الله فقيه يمدرسة هي دوسي على لسه يو يوحي له المال أو صدقة جارية وقفها أم بعلمي أو برتاي أم بأوضت براي أو لجسي فعليشته مرك هذا منك آيات حديث آيات برتين والحديث كقف سي برتين وقف كاس وقف كرسي برا هدي تعجل كاس وقص عنيا أنت والحديث كاس سعني أم بآيات آيات برتين قف كبرتين أنت وقف كرسي براي مرك شريعة الإسلام كا علميه مرك الله برتو علميه قاسي وإن الصيب بحيوية أما وين وناكسر يا قبل وناكسر أرض شيء أكود دعية أنت نول يهين هي واحد يصير ألين أكوس يدعية أنت أي نول يهين يذا أجر كي بعض هذا هاي نبي عليه الصلاة والسلام وحكم إذا ضد كم عرت الدنيا ذا أي فإذا يقول هذا وحويه أن طريقة جمل الله ممره وإله الوجود وهذا و علم برشدي سقفك هذو كلنتو يسقوا علم برانيا ولهذا كتاب كي راسيتا وحلقات كي تغيا وحلقات كي فريسانيا وحلقات كي وحبريا ووحو صبرت سيبريا وحقو يهي قف دريقي جنة صعد ومجاهد نبي صلى الله عليه وسلم وحي نوشاري إنو دريقي جنة كل ما يوم ينبي نوشاري عليه الصلاة والسلام الدونك وحلقتها وحقو خير بدن وعلم شريعة الدونك وحل الدحلنا وحقو خير بدن وعلم شريعة تعالى النبي قال إنه شري عليه الصلاة والسلام وحلقنا هاي ولا ريال قيامه ملك وصول دواده الدنيا ده وحكا دعا فتنة ده فتنة ده هنا وحالا قبحا علم بلا قبحا فتنة ده فربدن بأي مادة وقفك قلبه سأسكريا قلبه سمارتي دلة إيمانك كيرية صلاتك كيرية
quraan akhriska ka yareeya dikriga ka yareeya ibaadada ka yareeya ilaahay waxaas oo dhan waxa laga baxaa cilmiga shariicada oo aad loo ilaaliyo waxaan ognahay marka uu qiyaamuhu soo dhawaado waxa kale too dhaca ilaahay culimo badan buu oofsadaa oo dilaa dadku markaasi culimada ku dhex yaraata haddii culimadu yaraadaan waxay daliil u tahay inuu aakhiradii soo dhowdahay haddii culimadu badan yihiin culimadaas oo dadka shariicadana baraysa ku dhaqaysa kuna dhaqmaysa waxa weeyaan dadkaasi khayr bay weli haddaa qabaan marka in xalaqaad la sameeyo oo muxaadaraad la qabsado oo laysku yimaado meelahana isku imanan oo kaleeto waxay marag u tahay inaan weli noolahay insha allahu tacaala nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiis ku jira saxiixaynka oo uu warinaya cabdillaahi ibni camri ibni alcaas radi allahu canhu nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay cilmiga ma qabto isagoo quluubta ka siibaya laakiin wuxuu cilmiga ilaahay ku dhammeeya oo ku qabtaa inay culimmadu ay go'aan oo ay dhintaan ilaa caalimba la waayo kadibna dadku ay yeeshaan madax diineed jaahila oo wax weydiiyaan oo dadkuna u fatwooda si aan cilmi ahayn isaguna luma dadkana lumiya marka kuwaas intaynan iman waxaa loo baahan yahay in lagaga hortago in cilmiga shareecadda la barto oo cilmiga shareecadda marka la bartana cilmigu wuxuu ku fiican yahay wixii aad baratay inaad dadka sii bartid waxa weeyaan waxaa la idhaahdaa lacagtu bixinta way ku naaqusantaa cilmiguna bixinta uu kusii barwaaqoobaa qof kasti oo aad cilmiga u faafiya cilmigu u barwaaqoobaa nebigaani calayhi salaatu wasalaam cilmiguna waa labo cilmun wabaalun calaa saaxibihi wa cilmun barakatun calaa saaxibihi cilmi qofka xambaarsan baraka u keena khayr fara badan u keena iyo cilmi dadka xambaarsan dhibaato fara badan u soo hooya walidaalika xadiiska imaam nasaa'i uu warinayo ee abi hureyro uu ka warinayo radi allahu canhu waxaa ka mid ahaa ducada nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo nebi muxamed oo ilaahay adduunyada ugu jecel yahay wuxuu oran jiray ilaahow waxaan kaa magan galay afar allahumma innii acuudu bika min alarbac ilaahow waxaan kaa magan galay afar arrimood min cilmin laa yanfac cilmi aan waxba kuu tarayn cilmi aan nolosha barakaynin cilmi aan nolosha kobcinayn cilmi aan ilaahay kuu dhoweynayn cilmi aan qalbiga safaynayn cilmi aanan masmaanka maydayn cilmi aanan dadka muslimiinta kor u qaadayn cilmi aanan bashbash iyo barwaaqo muslimka u keenin cilmi aan kaa celinin cadaabta ilaahay baan kaa magan galay wa min qalbin laa yakhshac iyo qalbi aan ilaahay ka cabsoonin tabaaraka watacaala qalbi aan cabsanayn qalbi aan argagaxayn qalbi aan cadaabta ka baqayn qalbi aan geerida ka cabsanayn qalbi aan ilaahay ka cabsanayn cadamadiisa qalbun laa yakhshac kaana ilaahu waan kaa magan galay wa min nafsin laa tashbac iyo naf aan dhergeyn oo adduunka aan ka dhergeyn naf aanan adduunyadan wixii ay ka qaadatay aanan ka dhergeyn oo hal min masiid sidii cadaabta leh siyaado un dalbaysa taana ilaahu waan kaa magan galay wa min ducaa'in laa yusmac iyo duca aan la maqlayn marka waa afar arrimood oo intuba mid kastaba midda kale ay ka dartay hadduu ilaahay ducada kaa aqbali waayo uu ku dhegaysan waayo uu ku yeeli waayo oo ilaahay uu ku ajiibi waayo waxay ka dhigan tahay halis bay ku jirtaa fi dunya waalaakhira hadduu ilaahay tabaaraka wa tacaala ducadaada kaba soo qaadi waayo waxba dhibaato badan baa ku jirta ducada in la aqbalana kama dhigna in jawaabtii aad heshay waa inuu ilaahay ka aqbalay dib kuugu dhigay ama inuu dhibaato kugu soo socoto ka hortagay amba inuu kaaba aqbalay wixii aad ilaahay weydiisatay ilaahay nagu noo sheegay ducada inuu aqbalo wa idaa sa'alaka cibaadii canii fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan hadduu i baryo addoonkaygu aniguna waan aqbalay buri ilaahay tabaaraka watacaala bini-aadanka naftiisu haddii dhargi weydo oo takaasur uu ku waasho isaguna waa mashaakil wuxuu ka qaadaa cudurka dhada halac iyo jazac oo qur-aanku qoran ina alinsaana khuliqa haluuca idaa masahu sharu jazuuca haluucu waxa weyaan waxa qofka bini aadamkii oo uu leeyahay uun kulla shay anaa rabaa adduunoo dhan baa rabaa uu leeyahay amba jazac argagax hadday dhibaata dhacdaba uu argagaxay u cabsanayo uu moodaya inay adduunkii oo dhan isaga kusoo dhacday waa naf aan dhargeyn markaasi taasina nebigu ilaahay buu ka magan galay tabaaraka watacaala
qalbigan iimaanku haduu deg waayo itmi'naanku iyo xasiloonidu waxay ka imataa inuu qofku siqatun billaah ilaahayna ku kalsoonaado wa khashyatun minhu ilaahayna ka baqo tabaaraka wa tacaala labadaa marka aad isku heshid alxamdulilah waa saray baa u kacday marka taasina waa muhiim cilmiga uu ku anfaci waayana waa arrin kale oo khatar a weeyaan markaas afarta arrimood oo marka cilmiga inaan barano waa muhiim inaan cilmiga u bedelno inuu wax inoo tarana way kasii muhiimsan tahay marka taasina waa arrintaas waxaa kaleo xadiis laga wariyey ibnu maaja wariyey raximahullah uu ka wariyey saxaabigii weynaaye jaabir radi allahu canhu nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam sal llaha cilman naafican ilaahay waxaad weydiisataan cilmi wax inii tara yacni saluu weydiista allaha ilaahay cilman aqoon iyo cilmi shareecad weydiista cilmigaasoo naafica an yanfacaka fi dunya walaakhira inuu cilmigu adduunkana ku anfaco aakhirana ku anfaco adduunka wuxuu kugu anfacayaa cilmigu inuu kaa ilaaliyo dhammaan wixii dhibaato kugu dhici lahaa oo dhan oo diintaada taabsan lahaa cilmigaa kaa ilaalinaya aakhirana uu ku anfacayaa oo cadaabtii uu kaa gaashaamayaa jannadii rabbina uu kuusii jiidaya watacawaduu billaah ilaahayna ka magangala buuri nebigu sal allahu caleyhi wasalam min cilmin laa yanfac cilmi aan waxbana kuu tarayn ilaahay ka magangala buuri nebigu sal allahu caleyhi wasalam marka ikhwaanii fillaah cilmiga islaamka oo la bartaayi ahmiyadda intaa leeg ayuu leeyahay waxaa kaleeto oo cilmigu uu u baahan yahay oo qofka muslimka ah looga baahan yahay markuu cilmiga baranayo inaan cilmiga u qaybinno saddex yacni cilmiga waan barannaa laakiin waxaa wanaagsan in saddex loo qaybiyo cilmiga koowaadi waxa weeye alcilmu bililaah in ilaahay la bartaba ilaahay waaye ilaahay halkee ilaahay laga bartaa biasmaa'ihi alxusnaa magacdiisa wanaagsan baa la bartaa magacda ilaahay ee wanaagsan in badan sagaaliyosagaashan baan odhanaa inkaloo waxaa jirta sagaaliyosagaashan ahayn oo ilaahay qur-aanka kaga warramay oo axaadiista ku jirta oo shareecaddeena ka mid a inaan baranna u baahan tahay marka ilaahay marka aan magacdiisa baranno cadamada ilaahay baan baranayna waa cilmi dhan magacda ilaahay marka la barto sifaadka ilaahay tilmaamaha ilaahay afcaasha ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aankuna aad buu uga warramay suwarka qur-aanka kariimka ah ilaahay cadamadiisa way ka sheekeeyeen kibriyaagiisay ka sheekeeyeen naxariistiisay ka sheekeeyeen waxay ilaahay qur-aankiisu ka warramay tabaaraka wa tacaala ilaahay jalla wacalaa inta uu maaragtay leeg yahay iyo waxa uu qabto dhan bay ka warrameen marka cilmigaasi oo jaanib ka mida lagu barto cilmun bililaah bana ilaahay barashadiisu waa muhiim cilmigaasi waa cilmiga labaadi waa cilmun biakhbaari illaah in cilmiga akhbaarta caqiidada in la barto in aakhira la barto janna iyo naar la barto siraadka iyo jidka siraad la barto in maaragtay wixii ilaahay ka warrama ee qeybka ah wixii lagu ogaan karay laga barto cilmiga wixii dhacay oo malaa'igtii ambiyadii saalixiintii hore la barto wamaa sayakuun maxaa dhici doona la barto in cilmigaasina la barto akhbaartii ummadihii nagu horreeyey qur-aanka warramay iyo maaragtay ambiyadii calayhim assalaam waxaas oo dhan waa cilmun biakhbaari illaah wuxuu ilaahay ka warramay in la barto cilmiga saddexaadina waxa weeye cilmun bimaa amara allah wixii ilaahay amray tabaaraka wa tacaala in la barto ilaahay amarkuu ina siiyey iyo nahyigii uu ina siiyey muxuu inaga reebay muxuuna ina falay ifcal iyo laa tafcal waxaana fala waxaana hafarina wuxuu ilaahay yidhi oo la barto iyadna waa cilmigii ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmigaasi wuxuu ku jiraa cibaadadii akhlaaqdii mucaamalaadkii iyadana in la barto muhiim bay tahay marka waxaan isweydiinaynaa dariiqeen u marnaa inaan cilmiga baranno sideen cilmi shareecada u barannaa kow horta marka ugu horreysa waxaan u baahannahay alikhlaasu lillaah in ilaahay dartii wax loo barto ilaahay dartii tabaaraka wa tacaala ilaahay oo qura bes inaad waxu baratid ha lagaa sheegiyo ha lagaa warramiyo way maqnaydiyo u maqnaayo u yimaadaayo maaha allah dartii wax ilaahay dartii loo qabtana wax ka wanaagsan ma jiro ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay in maaragtay wamaa umiruu
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إلهي دتك وحكرا ما أمرين وحو أمريني ألنا عابدان كنا عابدان إخلاص إلهي أبرا احتران وحد قبني سيد إلهي درتي أقوى قفها إيجي قفك سوء يجعلي هاي يقفك سوء النعيمي هاي يقفك سوء يدوي هاي يقفك سوء يقدري هاي يقفك سوء حمو سمي يقفك با وحيغ الشاقي يهبل با وحيغ الشاقي يهبل ايا وحيغ الشاقي وحاصل نسك إلو الله درتي أقوى تبارك وتعالى مركاسي بيب يقول وكي حديث كولي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات عملك إلهي وحكو أقبلا ونيتك الدنبيسة عمل إلهي ما أقبله إلا ونيتي سأغى إلهي تبارك وتعالى برك أريد كوبا دي وحا نبقى عنها الإخلاص ألا لله الدين الخالص إلهي وحا أسغا دين تأسغا وبر احترام مركا دريقة هدات كي قادش القضح أنبا قراول أنبا مسمار داد كردبايا ود إلهي درتي وغا قادد وماشي اللوغ تلقلي أهدكتين أجرب الوقري إمادة الأذى عن الطريق صدقة رسولك صلى الله عليه وسلم جدك أولاق قادة دباتة داد كردبايسا حيوان كردبايسا قادد كردبايسا وصدقة إلهي درتي وغا قادد مركا علمي بن أدبران نسينا هدان إلهي درتي وغا جديد ووحب ذلك مركا الإخلاص ثانيا هرين طلبات وحلو بها هي الهمة العالية إن هذه التي همت صرع إن الدموح لها وجدتها بإن السبب قادم إن الدين تإسلام كوحوقها بتيت وإن الحب بتيت إيجي لها الدين تيسم إن وحوقها بنو وانا العمر بل وحا ويا وانا لو دين آخر إله الدين تيسي محاك سوقة بتي محاك سوقة ترتي محاك سمايسي مركا هداد برتيت وحوي بلقوا رسا دين تسلام قف بعض السلاميني دين تبدي عدد كعلي أوبت بدين تكبر بارني مسلمين تدين تبري شرع عدد الإسلام كثفافني مركا هم الثرى يرو وحوين ضم قفك هم عالية وإنه يشو أو علم وعوب بهي إلا حفظه وعوب بهي إلا حصوصته وعوب بهي إلا أمارة الله قلب عرابه وعوب بهي وقت إلا قليه قفك وجعله وقت مو قليه تذكر وضعه تقف وقت جو قليه أمبو وحرضا العلم لا يعطى علم علم واسمه كاسيو أضو إسوه دسية ما هنا هذا العلم يقبر إسسيسي إساقونا برهم بقص هنا هذا إسوه دسيسينا وإسكان ودسي العلمه أريد تأصير وعن مهم أريد تأصد حادي وحوهي وحلو بهينا دي التي أصحاب أصحاب تاس أو كهو ريحيسا إن وحلا برطو داد مركا إسأركتان بعد كشكيسين يسين حاد برطي حاد أخذي حاد غيستي محاصو كرني شيخي بالممقشي شيخ الكتاب بلابي شيخ ذهب الكتاب بلودي هل كاسي وحكس على الكتاب كتاب كاسي وفقه كاسي مارتي وحديث كاكل مارتي ومارتي وعقيده كل ذلك وحي نغو قصب يسا إن المارتي أريد أسي أهمية قارة أسينه أصحابته نبي قلو حول عليه الصلاة والسلام أصحابته وحوية إساقا أيها جندنا كوكية إساقا أيها عذابتنا كوكية صاحبك يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا شليتنا يدي محان هبل أبي هبلايو صاحب وقرت يا ويلتها ليتني لم أتخذ مع الرسول سبيلا عنبي محمد جدك سؤقاذي وهي بألغو على عليا مركا تاسينا ومهم أردت أفراد علمك إن لقبر تدتك علمك علي. علمك قفك سيبا لك مقاطع قفك أقونتي سؤي دقنتهي أقونتي سرنتهي أقونتي سوء أي حس الشيء يا علمك على قاطها علمك على ما على ما قاطه وقف وال علم شكته وإنه قف كعالم كي عالميه وإنه عالميه شريعة الإسلام كي يقانا وولي بالله قرأ إنه شريعة يقانا قف كابا علمك على قبرتها مرجع واحد العلماء تلقى العلم من أهله علم أهل جيسا يا على قبرتها مرجع تاسينه ومهم أردت كله وحنو بهالنهاي العلم بم العمل بما علم وحي أدبرتي كدقن كركابو علم النقرية علم ويان أريد أصير ومهم أن يعمل الإنسان بما علم قفك وإنه كدقم وحي أوبرتي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلون بلا يكون الرب الإسرائيل كتاب كينا وآخر نيسان تتكن وناك بالأمر إيسان إنه قل نفتينا إلا بيسان تعلم الله لما تقولون ما لا تفعلون بركا علمه
وإن عمل لو بدل عمل كنا استجع يا مرح علمي يكون عليه أريد تكاليت مهم كأوحوية إن أدعو إن إله إلا بريو تبارك وتعالى سؤال الله إن إله إلا بريو إنه علمي هو حصليه وإله اللي ويديشته علمي غاس ونكسن نافعة بلارم مركز سؤال شيء إلهينا وكذا جواب يا تبارك وتعالى أريد تكاليت مهم كأوحوية التدرج ومراعاة سلم التعلم إن دين تمرك الله برنا يوم شريعة الله برنا يوم إن اللي بود بودين إن تدرج لسماء يوم وكل بدلك دلك وكرة كل بمارتي قيب لبرتو ولقبل أبو علوم تصغير كا كوة دهة كوة وين مركز ساسا الله بالعبا ورتبو حالة برتا قرآن كأخر سكيسة ولا حاجة جية كديمنا تفسير كيسة الله بالعبا فقه واحد على قبل عباس سفينة وصلاة كتاب الرؤادية حلوح سيامرتنا أبي شجاع كفاية الأخيار ساسي كتاب أسعى نساء حركه وصال لك صعب الله ويهو صعب بالله صعب وضح مين مدو لما بود بودو كر لما أهدو مركاسي حديث النبي عليه السلام وحال قبل عباس حديث كإمام مارتي نوي أفرتك حديثة وعلم وين باكو جرى أفرتك يا حيث تدبرتي وتحفيدي وتكون دقتي علمي وين باكو كديبنا واحد لوحي سيارة صالحين هذا صالحين قد قتل وحوين العلم حديثان ترسولك وأخلاقيات كأيام براتي مركا وهكذا ساسا الله صعدا مركا ساقنا انت درجة سميو لبود بودينو كبرن لوكعين لغات عربي غير حاجة جيو نحوها لبرتو صرفيغ لبرتو سيرو آيرا لو صعدو يدونا وهم مهم وي مركا وحالا سميسان كرا وحلو يقان ساس سمينارادا لبرا كرا إن مثلاً سبتي يا حد بالله فديا إن لدا دو بشيء بسبتي أسحنه لحصاعه سدي صاع عدد مساعد هبلايو إلا ساعد هبلايو هنقاضنه علماء هؤيانه وفي عربي هنبره وفي نفقه هنبره وفي نحيزنا الله بالله ساعد عدد أيضا هم قاضن هذانا أنفسه نقولن إلا أن كتبتها حدنه يعني والله اسم رامي كرا مركا إن دين تلا برتولي مركا إلا جوجو وضنا رجال بيت كا ما رتي عن كده الرهي الدون في إسلام هريتا كليتو أيضا أن غبي حدونه موضوع مارتي سداء علم الله برك راهو حوي إن مارتي وحي الله برتو لصيب بحيو وضدك الله بلعب هذا هذا علم برتي ضدك الله وياك وقفنا قفناها حتى لا وقفنا هات هالنقطة إن قريا كوليتي أما هالنقطة إن المدرسة كوليتي أما مساجد كوليتي أما حتى إلى إعلام كي مارتي ورباهيتن إنترنت كات كوليتي سيئ وقودك ضد وقودك أفر قف لا وقف صدع قف هيري سنين قف قراتي هيري سنين وحون قودك علم داسي وهرية مركز مركز دريقة دانا وحالله مرة برشادة مارتي علم دا شريعة دا إسلامك هالكاسنا والله مركرا إن شاء الله تبارك وتعالى مركز إخواني في الله ولا ليال علم دا برشادي سو وتاسويا إن علم أولا برتاينا وحاوونا كسين وحاويا وحماسات رؤية شئنا حماسات علمي قوية لنا مهم بيتهيب عائل قفو هدونا علمي متحمس وهين وحماسات أولا لهين علمي قبرنا يوم مارتي وقبال في عنكو مقاريو ولذلك وحقوه إن النبي محمد الله أمره صلى الله عليه وسلم إنه إلهي ويديشتو إنه إلهي وزيادية علمي قوها وقل حتى هذا النبي محمد رب زدني علما صلى الله عليه وسلم إله علمي زيادة إلهي بأمر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام نبي وحول الله بأرمود حاسدني ما مرة إلا إسك حاسد ماها يعني قفك حاسد ماذا وحنا لكن الله بأرمود لما أمرين إلا إسك حاسده وحويا لا حسد إلا في سنتين ولا إسك حاسد كلا الله بأرمود وحول النبي وشغنين إلهي علم براي أما قول إلهي علم براي وعلم لا تذكر براي وفافنايا إنا تلادي الله سيدي إساء إلهي هدو يكرده وهو إساء أنهلو أنه سمين لها قفك قف الله بيضا أما قفك مال إلهي سيدي مالك يسأل إله هدرت وبحنايا إن لحاسد أيضنا لحاسد معناها يعني إن سيزول نقول يعني مركز تاسينا ومهم وياه علمه أهمية داس بوليه إنت عليه حياتك واحد وهارون نسا قف على هارون سنا وحكي خرب أنت يكون جيلا وإله الدين تيسا هذا الله بحده رحمه الله تبارك وتعالى سابع مع علم الدين يهرة أي أهانجرين هذا بإخواني في الله ولا غير وحقوه مهم سن وحويا إن الموضوع عس أهمية إنت عليه أنسينه خاصة قبلها إنك ودفي عنتهن علم قال برتان هذا حاجة كذا قتان يهضم ما كلام كذا قتان وأوركينه وفي عيهي
in cilmiga la sii hadalhayo la sii barto la sii adkeeyo aada loo barto oo maaragtay in culimo la noqdo haweena la noqdo lagu dadaalo in shareecada islaamka dhulkan lagu barto la reebo muhiim bay tahay walaalayaal intaas baan jeclaaday inaan maanta kelmadeeda ka dhigo waad mahadsan tihiin aad iyo aad baan inigu ducaynaya inaku naisoo duceeya waxa weeyaan waad mahadsan tihiin jazaakum allahu khayran wasala allahu calaa muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin